احنا شاركنا بالبل لانها البل فيها جوده زينه بالنسبه لبنها وبالنسبه للحامها وبالنسبه لافواقها، وجينا للمعرض باش نتعرفوا على الكسابه ونتعاونوا المعرفه بيناتنا ونتعاونوا في كل شيء، لانهم هما اصحاب البقره عندهم نتائج ونحن مولي عندنا نتيجه ان شاء الله. نعرفوا بالكسب ديالنا لانه كسب الجهه، لانه هنا كسب ما يعرفوا على المناطق الجنوبيه، وكسبنا الحمد لله رانا عرفنا به، عرفنا بلبنو وبلحمها وافواقها وبرها، لانه هو البانها وابوالها دواء لكل داء وكل شيء الحمد لله ربي حامدين. كنا هون تعرفنا على الكسابه وتبادلنا المعلومات، قبضنا من عندهم معلومات وقبضوا من عندنا المعلومات، يعني جهه مكناس عاد الحمد لله متعوده على حضور الجمل في معرض الدولي بمكناس، وعادوا عندهم درايه بانه الجمل راه ينفع في الامراض الخبيثه والامراض الغير خبيثه، هو الجمل دواء كامل ريحته وتفاقوا وكل شيء الحمد لله.